بعد قرارات متبادلة بين الخارجية الألمانية والتركية أسفرت عن استدعاء سفيري برلين وأنقرة، الرئيس التركي أردوغان يصف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالقرار السياسي الذي ألقى بظلاله على بطولة اليورو. ما يبدو أن ارتدادات تحية الذئب للاعب التركي ميريح ديميرال خلال مباراة لكرة القدم ما زالت مستمرة. تحية الذئب هي إيماءة مميزة باليد ترفع خلالها السبابة والخنصر وتضم بقية الأصابع لبعضها مشكلة ما يشبه رأس الذئب، إيماءة تميز جماعة الذئاب الرمادية، الجناح الشبابي لحزب الحركة القومية الحليف الحالي للحزب الحاكم، الجماعة التي أسسها العقيد البرسلان توركس في ستينيات القرن الماضي، تؤمن بنظرية تفوق العرق التركي، وتتحدث تقارير أن عدد عناصرها في ألمانيا يقدرون ب18,000. ينظر إليها في أوروبا على أنها جماعة يمينية متطرفة حضرتها العديد من الدول بعد اتهامها بتنفيذ هجمات أسفرت عن ضحايا داخل تركيا وخارجها. إشارة الذئب مرتبطة بالجماعة، لكن العديد من الأتراك يستخدمونها للتعبير عن مشاعرهم القومية، ما يثير حفيظة بقية الأعراق. تعود قصة تسمية الجماعة وإيماءاتها اليدوية إلى أسطورة تركية قديمة تتحدث عن حرب إبادة تعرض لها الترك، لم ينجو منها سوى طفل واحد أنقذته ذئبة رمادية وأرضعته، ثم تزوجها فأنجبت 12 شخصاً أعادوا بناء القبائل التركية. وأنت، ما تعليقك على الأسطورة وتداعيات الخلاف بين الأتراك والألمان؟